تسمت اسم النغاني على اسم الجد. الجد كان أولي تاجر مواشي، والمواشي عند العرب يقولون لها دغاني. موضوع حلقتنا اليوم من شوارع وحارات عن قرية الدغالي، هي القرية الواقعة بالجبل الوسطاني واللي بتتبع إداريا لمدينة جسر الشغور. ليش سمت بهذا الاسم وشو بتشتهر؟ خليكم معنا. الدغالي ليش سموها بهذا الاسم؟ ايش ما عرفني؟ ما بتعرف؟ لا والله ما عارف. والله أنا اللي عارفه إنه واحد كان يتاجر بالخروف، والخروف هم يسمونه الدغلي، عرفت علي شلون؟ وانسمت على الدغالي إنه هذا تاجر بالدغلي، والدغلي الدغلي صار الدغالي. سموها كان جدنا بيشتغل بالخروف الدغلي، تاجر دغالي. تسمت الدغالي، كان جدنا سابقا يشتغل بالخروف بالعمر سنة وسنتين، والأجل هي سبب تسمت على اسم الخروف الدغالي. وين راح الدغلي؟ وين اجى الدغلي؟ سموه الدغالي. ورواية تانية، كان في عنا تكثف أشجار كثيرة، أدغال شجر كان كثيرة، وصار يصحوا الدغالي، سموه لأجل هالشي هذا الموضوع إنه الدغالي. كان يقولوا له أول إحنا نقول له الدغلي، اتسمت على دار جدي خروف دغلي الدغالي. يعني الخروف هو معناه الدغلي؟ أيوة دغلي، بين الخروف بين القرقور، يعني ابن السنة وابن السنتين، خروف والدغلي. في مقولة بتقول تسميت أول اسم نسبة لأشجارها، لأن كانت أشجارها كثيرة، هاي أول مقولة تقول. أما الثانية مثل ما قالوا قبل أنه كان جدي تاجر، الأسس الضيعة هاي تاجر أغنام، وعدور أول بيقولوا تاجر الأغنام بيسموه الدغلي، الخروف بيسموه الدغلي، نسبة للجد سموه الدغالي. الدغالي سموه على اسم جدنا الدغلي، كان تاجر دغلي خروف. تعرف الخروف يعني مو أول ابن سنة، ابن داير سنة. والله تسميات نسبة لجدودنا، جدودنا كانوا يتاجروا بالدغلي، والدغلي اسمه يعني الغنم خروف، تسميات على هذا الاسم. قال يقولوا على أساس القديمين جدنا كان يتاجر بالدغلي على الخروف، يقولوا له دغلي. بالسوق وين راح الدغلي؟ وين اجى الدغلي؟ قال سموه على أساس الدغلي. في منطقة الجبل الوسطاني التابعة لمنطقة جسر الشغور، يعمل سكانها بزراعة وتربية المواشي. سميت الدغالي نسبة للمؤسس القديم الذي هو كان يتاجر في الأغنام، وكانت تسمى الدغلي. وفي رواية ثانية نسبة إلى الأدغال الكثيرة المنتشرة على سفوح القرية كاملة. مثل ما شفنا أغلب روايات الأهالي حول تسمية الدغالي بهذا الاسم يعود إلى مؤسس القرية اللي كان يقوم بتربية الخرفان، واللي معروف بالمنطقة باسم الدغالي. كونوا معنا بحلقات جديدة وبمناطق جديدة، دائما معنا ببلدنا.